بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي مع سجودي وهتبدأ أول ضربات الجزاء بتاعتها. هنشوف سجودي إزاي هتعمل الكاونتينج. أوت. محاولة ثانية. يلا دودي. إكسلنت دودي. ودودي يا جماعة زي ما إحنا شفنا بتحرز أول أهداف المباراة بتاعتنا. الله ينور عليك يا دودي. حاجة جميلة ما شاء الله وحاجة تفرح، ودلوقتي سجلت أول أهداف. هنقول يا سجودي 1 إكسلنت دودي. يلا بينا هنروح مع بعض مع الضربة الثانية مع دودي. إكسلنت دودي، الله ينور يا جماعة. وشوفنا دودي أحرزت الهدف الثاني. هنقول يا دودي ها 2 إكسلنت دودي. وهنروح مع بعض للضربة الثالثة وهنشوف دي هتعمل فيها ايه. اوت. اوت. اكسلنت دودي. ودودي بتحرز الهدف الثالث. وهنقول ايه يا دودي دلوقتي؟ فري. وزي ما شفنا يا جماعة دودي قدرت تعمل كاونتينج لل 1 ولل 2 ولل 3. اكسلنت دودي. وهنبدأ دلوقتي يا جماعة الضربات الثانية لسكسكة، وسكسكة زي ما احنا شايفين مستعدية قوي 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 للضربات دي. هنبدأ مع سكسكة. عاملة سكسكة؟ الحمد لله تمام. مستعدية سكسكة للضربات بتاعتك؟ أكيد طبعا. المرة دي أنا غير أي مرة. الله ينور عليك يا سكسكة. يلا بينا نسمي الله. والمرة دي سجودي هي اللي هتصفر لسكسكة ونبدأ الضربات. يلا سجودي، صفارة جامدة أوي يا دودي. إكسلنت إكسلنت إكسلنت. برافو برافو برافو. وتسجل أول أهداف المباراة حبيبتنا الغالية سكسكة. هنقول ايه؟ ون. هنقول ايه يا سكسكة كمان مرة؟ ون. برافو يا سكسكة. وهنستعد يا جماعة للضربة التانية وهنتعلم فيها الكاونتينج وهنشوف سكسكة هتسجل ولا لأ. ويلا سجودي نبدأ الصفارة. يلا صفاري سجودي. يلا صفاري بصوت عالي. الله ينور عليكي. وسكسكة ما تقدرش تجيب الضربة التانية. هنعمل محاولة كمان. الله ينور عليكي وجميلة سكسكة وبتجيب جول. حاجة جميلة أوي 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 أوي. برافو سكسكة. هنقول إيه سكسكة؟ وهنشوف مع بعض الضربة الثالثة. أول ما نبدأ ونسمع الصفارة سكسكة هتقومي على طول بعملية الكيك. نسمع؟ يلا بينا. الله ينور عليكي وسكسكة تجيب الهدف الثالث. سكسكة دلوقتي هنقوله 3 يا مستر. 1 2 3. اكسلنت دودي اكسلنت سكسكة. وهما الاثنين انتهت المباراة ما بينهم بالتعادل. حظات يا ابن الجميع، ومع تمنياتنا للجميع بأوفر النجاحات ان شاء الله، ونشوفكم في الحلقات القادمة.